هذه الأيام ونحن نستعد للصيف، وأيضا في بسماية زيارته مهمة للوقوف على حقيقة هذا المشروع وكيف أن هذه الحكومة أحيته بعد موات. هذا المشروع كان الإقبال عليه ليس فقط ضعيفا وإنما منعدم. اتخذت هذه الحكومة مجموعة من الإجراءات في تخفيض الفائدة على هذه الشقق السكنية الضخمة والكبيرة بالعدد، فأنزلت الفائدة من 4% إلى 2%، وأيضا خفضت المقدمة من 25 إلى 10%، وخفضت أسعار هذه الشقق، وبالتالي أصبح الإقبال لدى المواطنين العراقيين كبيرا على هذه الشقق، وأعتقد الآن انتهت هذه الشقق. ومشروع الإسكان مهم بالنسبة لهذه الحكومة، وبالتالي تعنى به. بعد بسماية هناك إجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الإسكان الذي يشكل أزمة حقيقة بالنسبة للعراقيين، ولذلك عمدت إلى مبادرة بادر فيها البنك المركزي بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من 1,800,000,000,000 دينار عراقي لمنح قروض للمواطنين لشراء وبناء وحدات سكنية. هذه القروض بلا فوائد بالتأكيد، مقدار الفائدة صفر، وبفترة تسديد ممتدة تصل إلى 20 عاما، حتى يتساوى فيها القسط المدفوع شهريا مع الإيجار، ويصبح هناك لدى المواطن محفز بدل أن يؤجر وحدة سكنية أن يبني أو يشتري وحدة سكنية عبر هذه القروض. كان هناك أيضا حديث عن الانتخابات. تعلمون القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء فيما يتعلق بالانتخابات وتيسير أعمال المفوضية. اليوم أيضا كان هناك اهتمام استضيف فيه السيد رئيس المفوضية القاضي جليل ومعه المستشار الدكتور حسين حنداوي للاستماع إلى بعض الصعوبات وتذليل هذه الصعوبات، وبالفعل كانت هناك نقاشات فيما يتعلق بمخازن المفوضية، وهو أمر مهم، وكيف نهيئ هذه المخازن وأن تكون أمينة للانتخابات، وأيضا كيفية العناية بالكادر الذي سيعمل في المفوضية في أثناء الانتخابات، وهم يعملون الآن ليل نهار. وكانت هناك عناية من المجلس بهذا الموضوع، واتخذت به بعض القرارات التي تدعم المفوضية، لأن هذه الحكومة كما قلت مرارا تعنى بالانتخابات وبتوقيتها المبكر في 10/10، ولديها عزم وإصرار على إنجاز انتخابات عادلة ونزيهة في هذا الموعد المبكر. فيما يتعلق بالقرارات، اتخذ قرار يتعلق بأمانة بغداد، وهو أن المجلس وافق لوزارة المالية على أن تخصص مبلغ 3 مليار دينار إلى أمانة بغداد من احتياط الطوارئ، وذلك لتوسعة طريق أساسي ومهم يربط بغداد بالكوت. هذا الطريق يعنى به الآن بدءا من هذا التخصيص المالي لتوسعته، وهو من الطرق الأساسية والمهمة. فيما يتعلق بوزارة المالية أيضا، هناك موافقة للمجلس على شطب المبلغ أو المبالغ المالية وفوائدها التي تقع بذمم الموظفين في مؤسسة السجناء السياسيين ممن استشهدوا جراء العمليات الإرهابية حصرا، بدلا من، كان هناك قرار سابق لهذا بإطفاء هذه المبالغ لهؤلاء الشهداء من الموظفين، الإطفاء يحمل أيضا الخزينة بعض المبالغ المالية. الشطب هو الإجراء الصحيح، فاليوم اتخذ قرار بشطب هذه المبالغ لهؤلاء الموظفين. الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أيضا كان هناك
عمل لديها على إقرار الاستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية الحساسة. هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يتعلق بأبنية تتضمن إما قضايا حساسة لدى الحكومة أو معلومات أو مواد خطرة في وزارات معينة مثل النفط مثل الكهرباء. المهم كان هناك إقرار لوضع استراتيجية وطنية لحماية هذه الأبنية الحساسة والحرجة والمهمة بالنسبة لوزارات كثيرة، لعل أولها النفط والكهرباء، وأيضا بالتأكيد السدود ومخازن المواد الخطرة والصحة والاتصالات وغير ذلك. في وزارة التربية كان هناك نقاش في موضوع طبع المقررات المدرسية، هذا موضوع مهم في كل عام نحاول اللحاق بتوفير هذه المقررات للطلبة مع بدء العام الدراسي، ولذلك نحن نتخذ قرارات في مجلس الوزراء بصدد الإحالة إلى مطابع مهمة وأساسية في العراق من أجل طباعة هذه المقررات، ولذلك سهل اليوم عمل وزارة التربية على إبرام عقود مع مؤسسات حكومية من أجل طبع هذه الكتب والمقررات للمدارس. وأخيراً كان هناك موافقة من مجلس الوزراء على مشروع قانون معهد إعداد مفوضي الشرطة. هذا المشروع القانون دققه مجلس الدولة ويحال الآن إلى مجلس النواب بعد أن أخذت وزارة الداخلية بملاحظات كثيرة وضعتها وزارة التخطيط والدائرة القانونية في الأمانة العامة. شكرا جزيلا لهذا اليوم وأتلقى أسئلتكم. السلام عليكم، مراسلة قناة التغيير نداء المرسومي. سؤالي لك دكتور عن أن الجمهوريون اليوم في الكونغرس الأمريكي رفضوا مشروع القرار حول تفويض الحرب في العراق على عكس الديمقراطيين. طيب ما هي جهود الحكومة العراقية بهذا الاتجاه، وهل هنالك زيارة مرتقبة لواشنطن من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؟ شكرا جزيلا. في الشق الثاني من السؤال، نعم هناك جولات للرئيس الوزراء ستكون تشمل أوروبا وتشمل الولايات المتحدة الأمريكية، لم تتحدد مواعيدها بعد ولا برامجها، لكنها بالتأكيد تخص مصالح العراق. بالنسبة للشق الأول من السؤال، بالتأكيد هناك عمل وتفاوض، نحن لدينا مفاوضات دائمة مع الأمريكيين لرعاية مصالحنا في كل المسائل المتعلقة بينها، أحيانا نعلنها هنا فيما يتعلق أخيرا بالموقف العراق من بقاء القوات القتالية الأمريكية ووضحنا ذلك على سبيل المثال، وقلنا أن هناك عمل فني لفريق عراقي أمريكي يحاول أن ينهي هذا الملف، ملف القوات القتالية. وأيضا في الموضوع الذي طرح الآن هناك كلام أيضا ضمن الفريقين التفاوضيين. السلام عليكم، سؤال جعفر غفوري، صحفية في جريدة الدستور. سيادة الوزير، سؤال يتعلق بمجلس الخدمة الاتحادي. أكد السيد محمود التميمي رئيس المجلس على تعيين ثلاثة فئات، الفئة الأولى هم المهن الطبية والصحية، الأطباء، أطباء أسنان، الصيادلة، كليات التمريض، إعداد التمريض، معاهد الطبية والصحية، والفئة الثانية الأوائل على الأقسام يتم تعيينهم، والثاني والثالث يتم تعيينهم في باقي الوزارات، الفئة الثالثة هم حاملون شهادات الدكتوراه والماجستير يتم تعيينهم في بعض الوزارات. وحقيقة يعني هناك بعض يعني سؤالي هو ما مصير مخرجات جامعة بغداد وجامعة المنصرية وجامعة التكنولوجيا والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية الصباحية والمسائية في بغداد والمحافظات من التعيينات؟ هل هناك سند قانوني لتعيينهم دكتور أو تشغيلهم أسوة بأقرانهم؟ وحسب جولاتي الميدانية والصحفية هناك مطلب شعبي جماهيري بتغيير نظام الحكم البرلماني إلى رئاسي، هل يتم ذلك وهل سيتم تغيير موعد الانتخابات؟ ولكم الرأي وشكرا. واضح السؤال. مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بدأب هذه الأيام حقيقة منذ أن أقرت الميزانية واتضح مهمته في مسائل التعيينات وغيرها. الفئات التي ذكرتها متفق عليها، ويبقى الآن هناك مزيد من الكتب الرسمية التي نتلقاها في الوزارات
كافة من مجلس الخدمة الاتحادي لكل وزارة تفكر في احتياجاتها من التعيينات. ما زال هذا العمل قيد الإنجاز لأننا للتو بدأنا فيه، وفي مجلس الخدمة الاتحادي سيكون هناك تنسيق وعمل مع الوزارات لتلبية هذه الاحتياجات كافة مما لم يذكروا في قانون الموازنة. قناة كردستان تي في. معالي الوزير، الحكومة العراقية حددت حصة الإقليم ب200 مليار دينار عراقي. سؤالي، متى سترسلون هذه الحصة وهل تحتسبونها كأثر رجع للشهور المنصرمة؟ كان هذا قرار مجلس وزراء أعلن، وهو يمثل سلفة لتسديد الرواتب في كردستان تسوى لاحقا من حصة الإقليم. هذا اتفق عليه ومعلن في مجلس الوزراء كقرار. متى مسألة فنية، وبالتأكيد هي قريبا لأنها أقرت أولا، وما يبقى فقط العامل الفني والإجراء الفني لتوفير هذه الأموال وإرسالها إلى كردستان. من المهم أن ننوه بأن مجلس الوزراء حينما اتخذ هذا القرار اتخذ أيضا بحساباته الجانب الإنساني. هناك كثير من الموظفين العراقيين في كردستان ممن لم يتحصلوا على رواتبهم بعد ولشهور عديدة، وبذلك احنا مسؤولون عن توفير هذه الأموال لهم. السلام عليكم معالي الوزير. سعد البدراني، رئيس تحرير صحيفة الإعلام. في اللقاء الأخير مع وفد نقابة المعلمين بدولة رئيس الوزراء، تم طرح تخصيص قطع أراضي للمعلمين وكذلك القروض، وهذا مطلب قدمه نقيب المعلمين لرئيس الوزراء. ما هو الإجراء حول ذلك؟ دعني أجب بشكل عام، ليس فقط مع فئة المعلمين، هناك خطة جاري العمل عليها الآن حقا وفعلا في توزيع الأراضي لجميع الموظفين العراقيين، حالما ننجز المنصة الإلكترونية التي ستحدد الأسئلة والأجوبة لكل موظف والنقاط التي سينالها بعدالة، سيكون هناك توزيع للأراضي لجميع الموظفين. شكرا جزيلا لكم.